ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب جلال عبد العزيز، قيادي في قوات دفاع شبوة. مساء الخير سيادة النقيب. إذا ما هي آخر إنجازات أو الإنجازات الميدانية على الأرض؟ مساء النور. بالنسبة للإنجازات الميدانية، أغلب محافظة شبوة تحت تأمين قواتنا المسلحة الجنوبية. ما تبقى هو يعني حجر العقلة النفطي، وحيث أن القوات المسلحة الجنوبية في محيط الحقل وهي مؤمنة لها من الخارج، وأيضا تبعت تأمينها زيارة المحافظة للحقل النفطي، وكذلك يعني تطمين الشركات العاملة في هذا الحقل، لأن قواتنا هي التي ستعمل على التأمين وهي التي ستقوم بذلك الدور. القوات الجنوبية استحدثت مواقعها الجديدة بعد دحر قوات المتمردين في مفرق الواديين، وكذلك يعني آخر نقطة للنخبة الشبوانية سابقا في أسفل دهر على آخر نقطة حدود مع محافظة حضرموت، وكذلك اتجاه العبر أو مفرق العبر المثلث بين حضرموت وشبوة. عملت على تأمين الخط الصحراوي بشكل كامل من الجهة الأمامية للعقلة ومن الجهة الخلفية أيضا لمنع أي تقدم أو محاولات يائسة للقوات المتمردين. بالنسبة للمتمردين اتجهوا باتجاه معسكر اللواء 23، واتجهوا باتجاه معسكر الخشعة اللواء 137، وهذين اللوائين هما اللذين قاما بالتمرد ودعما المتمردين، بالإضافة إلى القوات الحزبية المدرجة التي أتت من مارب في شاصات مدنية. كل هذه المساحة الجغرافية التي نتكلم عليها هي تعتبر آخر حدود محافظة شبوة الإدارية مع محافظة حضرموت، وكذلك مع محافظة حضرموت من جهة العبر ومن جهة مفرق الواديين أو أسفل دهر، ومع من الجهة الصحراوية الخلفية لحقل العقلة النفطي. أخذنا عهد على أنفسنا في القوات المسلحة الجنوبية أن نحارب المد الحوثي وأن نمنع عودته مرة أخرى، وكذلك التخادم الإخواني أو القوات الإخوانية التي كانت الوجه الآخر للحوثيين في المحافظات الجنوبية، والتي لم تعمل لا على تطبيع الأمن ولا على استقراره في هذه المحافظات، بل كانت بؤرة من البؤر التي يخرج منها المفجرين والإرهابيين وإقلاق السكينة وعدم النصح مع التحالف العربي لخوض المعركة الحقيقية في استعادة صنعاء. ما تبقى هو الوادي، والوادي يجب أن يتطهر من هذه القوات حتى تكون الخلفية مؤمنة للقوات الحقيقية الوطنية في معركة تحرير الشمال من الحوثيين. شكرا جزيلا لك سيادة النقيب على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف النقيب جلال عبد العزيز، قيادي في قوات دفاع شبوة.